هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه لحسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي. مساكين جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بلح عشان اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل، قلب المؤمن، حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الانسان. هو ده الانسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسألك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلبي؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. حابب تتعرف اعرفك، براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خليها يا افندينا. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم، اول خميس ملوش جمعه. لا بقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس، ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت ياض.
انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده يلا ليه؟ هو المده بتاع عيال؟ المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا افندينا، هاخده منك يا افندينا وهقتلك. اثبت. ما تثبت يا اثبت يا افتح بقك يا ابوك ياد عارف انك هنا، مظنيش انه بالخباوه دي ولا يا زوز. مظنيش الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. المعلم نوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك. كلام امك لا. ها؟ اثبت اثبت يا اخلص. عرفت حاجه؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيدور رائد لافندينا هناك. وانتوا كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر مالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوع في كباريه المال وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان ناوي على الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص مال وشك مصفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل. حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه؟ لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا، استرها مع خميس.